بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نرى كيفية استخدام برنامج Educreations. أولاً سوف نعرف ما هو هذا البرنامج. هو منصة تعليمية تفاعلية تحدث بين المعلم وطلابه أو حتى بين الطلاب أنفسهم. نستطيع من خلال هذا التطبيق رسم ما نريد شرحه بطريقة ممتعة وجذابة. يستطيع أيضا المعلمون من خلاله إنشاء مقاطع تعليمية قصيرة ومشاركتها مع الطلاب، أو فتح المجال للطلاب لمشاركة ما فهموه وتعلموه من الدرس مع زملائهم. لا يشترط أن يكون لديك آيباد للاستمتاع بخدمات الموقع، فبإمكانك الوصول إلى المقاطع التعليمية ومشاركتها عن طريق الويب، ولكن يفضل لمن يريد إنشاء مقاطع جديدة استعمال تطبيق الآيباد لما يتمتع به من مميزات إضافية وسهولة في الاستمتاع الاستعمال. أيضا سوف نرى البرنامج معا. كما نرى تتميز واجهة التطبيق ببساطتها وسهولتها، فكل ما لدينا هو عدة أيقونات على الجهة اليسرى من الواجهة. إذا أردنا إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول نقوم بالضغط على أيقونة الضبط في الأسفل. بإمكاننا إنشاء حساب جديد عن طريق التسجيل في الموقع أو ربط حساب جوجل بلس أو فيسبوك بالحساب. سأنشئ الآن حساب جديد. سأختار تيتشر والطالب سوف أكتب هنا الاسم. نضع الإيميل ثم الباسورد. وبهكذا تم إنشاء الحساب. عند العودة إلى الواجهة الرئيسية تظهر لنا أول أيقونة على الجهة اليسرى، أيقونة الشخص الواحد. عند الضغط على هذه الأيقونة نستطيع استعراض الدروس التي قمنا بإنشائها أو تصميمها وحفظها على الجهاز. تحت أيقونة الشخص الواحد لدينا أيقونة ثلاثة أشخاص. هذه الأيقونة نستطيع من خلالها إنشاء صفوف جديدة أو المشاركة في صفوف جديدة لو كنا طلاب. هذه الصفوف تسهل لنا عملية التنظيم أو عملية مشاركة الدروس بين الطلاب والمعلم أو الطلاب أنفسهم. بالطبع لا نحتاج هذه الخاصية، لا يزال بإمكاننا مشاركة الدروس وعرضها حتى بدون وجودها في صفوف معينة. ما يميز هذه الخاصية هو أن التطبيق يقوم بإعطائك كود معين لمشاركته مع الطلاب أو زملائك حتى يستطيعون الانضمام إلى الصف الذي قمت بإنشائه، ومن ثم تستطيع مشاركة الدروس معهم من خلال هذا الصف. الأيقونة الثالثة تظهر لنا الدروس التي قمنا بتفضيلها، والأيقونة الرابعة تظهر لنا الدروس التي قمنا باستعراضها مسبقا. عند الضغط على الأيقونة الأخيرة تظهر لنا على الجهة اليسرى عدة تصنيفات، والجهة اليمنى دروس قام معلمون بإنشائها ومشاركتها مع الجميع. يمكنك الاستمتاع بمشاهدة هذه الدروس والاستفادة منها وإضافتها أيضا إلى المفضلة ليسهل عليك الوصول إليها في المستقبل أو مشاركتها مع أصدقائك. سوف نعرض فيديو واحد. So what you all are going to be learning about today are right triangles. Right triangles play a big part in our world. And what you're going to be focusing on today is the Pythagorean theorem. The Pythagorean theorem simply just tells us if we know the lengths of any two sides of a right triangle, we can simply find the length of a third side. One thing I just want to really emphasize is they are used in different parts of our life. سوف أضيف هذا الفيديو إلى القائمة المفضلة.
سوف نذهب إلى القائمة المفضلة. كما نرى تمت إضافته إلى القائمة المفضلة. والآن سوف ننشئ درس جديد. أولاً لإنشاء درس جديد كل ما علينا العودة إلى الواجهة الرئيسية أو الصفحة الرئيسية والضغط على علامة زائد الموجودة يسار الصفحة. كما نرى هذه مساحة العمل الخاصة بنا. تتميز هذه المساحة بسهولتها وبساطتها وسهولة استخدامها للكبار والصغار والمبتدئين. نجد لدينا في أعلى الصفحة عدة خيارات. أولاً القلم، ثم المساحة، ثم الألوان. بإمكاننا الرسم أو الكتابة باستخدام القلم، وهذه الألوان الذي يمكننا استخدامها، ويمكننا أيضاً تغيير الألوان المفضلة عن طريق الضغط بقوة قليلاً على إحدى الألوان. كما نرى تظهر لنا عدة ألوان متاحة، نقوم باختيار اللون الذي نريده ونستبدله. كما نرى سأستبدل اللون البرتقالي باللون البنفسجي. كما نرى لقد تغير اللون من اللون البرتقالي إلى البنفسجي. يمكننا أيضا الكتابة بأي لون نشاء. إذا أردنا بمسح ما كتبناه أو رسمه يمكننا فعل ذلك عن طريق الضغط على المساحة، ويمكننا مسح الصفحة كاملة بالضغط عليها بقوة قليلة أو نمسح ما قمنا بكتابته فقط. ولإضافة صورة جديدة نقوم بالضغط على علامة الزائد الموجودة في أعلى الصفحة على الجهة اليمنى. ستظهر لنا هذه النافذة. يوجد لدينا 6 خيارات، 3 منها في الأسفل غير متاحة في النسخة المجانية، هي فقط في النسخة المدفوعة. أما الخيارات الأعلى الموجودة يمكننا استخدامها بسهولة إذا أردنا. إذا أردنا إضافة نص جديد نضغط على علامة الـ A ثم كتابة النص وتعديله وتغيير لونه. طبعا البرنامج لا يدعم اللغة العربية. يمكننا أيضا تغيير اللون. ولإضافة صورة لدينا خياران. نستطيع أولا تصوير صورة جديدة من الكاميرا مباشرة وإضافتها إلى الدرس، أو اختيار صورة موجودة مسبقا في الجهاز. أولا سنختار الخيار الأول وهو الكاميرا. سوف نصور الصورة. لقد تمت إضافتها إلى الدرس. يمكننا حذفها أيضا. ثم سنختار الاختيار الثاني، صورة موجودة. سأختار الجهاز الهضمي. نستطيع تكبيرها وتصغيرها. يمكننا ضبط العرض والارتفاع. سوف نضعها في النص. وإذا أردنا نسخ صفحة الدرس كاملة فيمكننا ذلك عن طريق الضغط على ثاني خيار في الصفحة الأعلى من اليمين. عند الضغط عليها سوف يظهر لنا خياران. الخيار الأول هو مضاعفة الصفحة أو نسخ الصفحة مع الكتابة الموجودة عليها. الخيار الثاني هو مضاعفة الصفحة فقط بالصور الموجودة ولكن بدون الكتابة عليها. أما الخيار الموجود في أقصى
اليمين فيمكننا من خلاله اختيار نوعية الخلفية التي نريدها لصفحة الدرس، إما اختيار صفحة بيضاء أو صفحة مخططة أو صفحة للرسم البياني. سنختار الصفحة البيضاء. وإذا أردنا تسجيل الدرس فيمكننا الضغط على أيقونة المايك الموجودة في أعلى الصفحة في اليسار. عند الضغط عليها كما نرى يبدأ التسجيل، ويمكننا متابعة الشرح والكتابة أثناء التسجيل. فمثلا هنا يوجد الفم، وهنا البلعوم، ويمكننا أيضا تغيير اللون. هنا المريء، هنا الأمعاء الغليظة، وعند الانتهاء من التسجيل نضغط على الأيقونة مرة أخرى. وعند الانتهاء من الدرس كامل ونريد حفظ الدرس نضغط الأيقونة في أقصى اليسار في الأعلى. عند الضغط عليها سوف تظهر لنا هذه النافذة، يمكننا حفظها كمسودة، يمكننا العودة إليها والتعديل عليها، أو حفظ الدرس من خلال هذا الخيار. نختار الخيار الثاني، يحفظ لنا على شكل فيديو. عند الضغط على الخيار الثاني كما نرى ظهرت لنا هذه النافذة، يطلب من البرنامج إدخال معلومات خاصة بالدرس لتسهيل تصنيفه وتسهيل الوصول إليه. أولا نكتب عنوان الدرس في الخانة الأولى، مثلا الجهاز الهضمي، ثم نكتب وصف لمحتوى الدرس في الخانة الثانية، ومن ثم نختار مجال الدرس نفسه، ومن ثم نختار المادة التي يندرج تحتها الدرس والفئة أو الصف. بعد حفظ هذا الدرس، سوف نحفظ هذا الدرس، سوف يظهر لنا في الواجهة الرئيسية للبرنامج، كما يظهر لنا سهم في الأعلى. عند الضغط عليه يمكننا مشاركة الدرس مع الجميع أو وضعه على صيغة عامة في الموقع. ولو أردنا مشاركة الدرس عن طريق إرسال رابط للفيديو عن طريق الضغط بقوة قليلا عليه، نضغط على الفيديو بقوة، سوف تظهر لنا هذه النافذة، يمكننا حفظ الفيديو، ولكن هذه الخاصية فقط موجودة في التطبيق المدفوع، ولكن يمكننا نسخ الرابط، عن طريق ذلك نستطيع إرساله لما نريد. وأخيرا أنصح المعلمون والطلاب باستخدام هذا البرنامج لما يوجد به من مميزات عديدة وسهلة وبسيطة، وأيضا يزيد التفاعل بين المعلم وطلابه أو بين الطلاب. فمن هذا التطبيق يستطيعون الرسم أو حل المسائل أو شرح أي مادة بطريقة ممتعة وسهلة وجذابة. وبهذا نكون قد تعلمنا كيفية التعامل مع واجهة التطبيق وإنشاء درس جديد فيه ومشاركته. أتمنى أن أكون قد وفقت في إعطاء فكرة مبسطة عن التطبيق بطريقة سهلة وواضحة. شكرا لحسن مشاهدتكم وإلى اللقاء.